وبمناسبة استضافة مملكة البحرين للجمعية 46 بعد المئة والاجتماعات ذات الصلة للاتحاد البرلماني الدولي، يتشرف مجلس النواب أن يعرب عن خالص شكره وعظيم امتنانه إلى ملك البلاد المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية والدعم اللامحدود والتوجيهات الكريمة لكافة الجهات والمؤسسات في المملكة لاحتضان أكبر تجمع برلماني عالمي. ويعرب مجلس النواب عن ترحيبه بكافة المشاركين من أنحاء دول العالم في أعمال الجمعية 46 بعد المئة والاجتماعات ذات الصلة، متمنيا للجميع تحقيق الأهداف المنشودة من خلال المشاركة الفاعلة والحضور المتميز وتعزيز التعاون المشترك بين البرلمانيين ومواصلة تطوير دور المجالس والبرلمانات في دعم جهود الاتحاد البرلماني الدولي. ويؤكد المجلس أن مملكة البحرين تعد نموذجا رائدا لمجتمع التسامح والتعايش بين كافة الأديان والثقافات والحضارات وكفالة وحماية الحريات الدينية وما تشهده من تنوع بين مختلف مكونات المجتمع بجانب التشريعات والإجراءات والمشاريع والمؤسسات التي تشكل معا منظومة إنسانية متميزة في التعايش والتسامح، كما وتدعم تحقيق الأهداف النبيلة والغايات السامية في مناقشات الجمعية العامة حول موضوعها تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع مكافحة التعصب.